ضمن حلقات كنيستي التي نقدمها لكم عبر شاشتنا، توجهت نورسات هذا الأسبوع إلى جنوب المملكة وزارت كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود التابعة لمحافظة الكرك، حيث بنيت هذه الكنيسة كبيت ضيافة لأهالي المنطقة مسلمين ومسيحيين عام 1905. التقرير التالي يسلط الضوء على الكنيسة والمنطقة، فإلى هناك. محافظة الكرك في جنوب الأردن تزخر بالعراقة والأصالة وتاريخها البهي، تحوي على العديد من الكنائس الرسولية التي تخدم أبناء المنطقة فيها. نصل لكم اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيسة لقرية حمود التابعة للمحافظة، والتي تبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومترا، لنسلط الضوء على كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. تعتبر من الكنائس الأثرية المميزة والتي بنيت مباشرة بعد العهد العثماني عام 1905. تبلغ مساحتها ما يقارب 17 مترا مربعا، تحوي على جرن قديم للمعمودية مصنوع من النحاس، بالإضافة لأيقونات مميزة وبهية تعود لعام 1998. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق. ومع مرور السنوات على تلك الكنيسة الصغيرة، أحب أهالي منطقة حمود أن يبنوا كنيسة أكبر لتتسع للمصلين ولتخدم احتياجات أبناء الرعية. وفي عام 1985 بنيت الكنيسة بسواعد أبناء البلدة في عهد جلالة المخفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيودوروس الأول. يبلغ طولها ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا بارتفاع 5 أمتار، مميزة بالأيقونوستاس المصنوع من خشب البلوط، ويحمل أيقونات نادرة وأثرية. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. حدثنا قدس الأب الأيكونوموس يوحنا حماتي عن الكنيسة وتاريخها وخدمتها لأبناء الرعية الأرثوذكسية في المنطقة فقال: إحنا هلا في بلدة حمود في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. هي كنيسة أثرية انبنت في عام 1905 على شكل مضافة نتيجة الحكم العثماني في هذيك الفترة. هاي الكنيسة بناها أهل البلدة حمود التابعين للكنيسة نتيجة الاضطهاد اللي كانوا يعانوا منه من الحكم العثماني، بنوا الكنيسة على شكل مضافة، وهذا منلاحظه عن طريق بناء الباب الرئيسي موجود فيها على من الجهة الشمالية. الكنيسة بتحوي أيقونات قديمة كثير، وفيها جرن معمودية. بالإضافة في عنا كمان غير هاي الكنيسة، في عنا كنيسة جديدة انبنت في عام 1985. أرض الكنيسة تبرعوا فيها أهل بلدة حمود نفسهم نتيجة شعورهم بمحبة الكنيسة ومحبة الله، ولازم يمارسوا أسرارهم وطقوسهم الدينية كما يجب. خدم في هاي الكنيسة من أبناء
بلدة حمود من بعض الكهنة أبونا سلامة وأبونا سلمان الشرايحة وأبونا خليل وأبونا سابا الظواهر، وكمان في عنا أبونا عيسى عجيلات خدموا في هاي الكنيسة، والآن أنا بقوم في خدمة أبناء الرعية في هاي البلدة. ببلغ عدد أبناء الرعية في بلدة حمود 38 عائلة أرثوذكسية موجودين في بلدة حمود. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. بالإضافة للقداس الإلهي في عنا الاحتفالات، عيد في الأعياد، أعياد القديس جورجيوس، أعياد اللي إحنا بنقوم في عيد الفصح، عيد أحد الشعلين، هذا دائماً موجود في الكنيسة. في عنا الكنيسة القديمة موجود فيها الأواني القديمة اللي كانوا يخدموا فيها الأباء القديماً، وفي عنا الأواني الموجودة فيها الكنيسة طبعاً شروها أبناء الكنيسة من اليونان، وبيبعثوا دائماً أيقونات، بيبعثوا بخور، بيبعثوا أواني مقدسة لكنيسة بلدتهم. جمال بيتك يا رب فيه راحة لكل من التجأ إليه، وفيه سكينة لكل من حط بأقدامه أرضها المباركة. فاحفظ يا رب بيعتك من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل